زكية زكريا موظفة في شباك التذاكر في السينما. ما تيجي نشوف الفيلم ده معاها. مرسي الإصال ده هو كل حاجة. لما تيجي المرة جاية تشرفينا ده. مرسي يا هاني اتفضل. أيوة تذكرتين يا سلام. تذكرتين حضرتك عايز 10 اتفضل. هنا كويس. هنا 2 مظبوط كده اوكي. مين 2 مرسي. شكرا. ثانية واحدة ثانية واحدة حضرتك معلش ثانية واحدة. 2 حضرتك تيجوا بإذن الله الأربع نفس الأماكن تاني ولا تحبوا إيه؟ أربع إيه؟ أنا هديك إشارة دلوقتي ممكن أدولك مفتوح عشان تيجي تكمل الفيلم لأن حضرتك النهاردة هتشوف البكرة الأولانية والبكرة الأخرانية. اتفضلي حضرتك كل الحكايه انك النهارده هتشوفي البكره الاولانيه والبكره الاخرانيه. البكره اللي في النص دي حضرتك النهارده مش موجوده بتتفرجوا عليها باذن الله الاربع الجاي. عايزين اي يوم انا اديه لكم مفتوح خالص. يعني ايه ده الجزء اللي في النص من الفيلم يعني؟ نعم الجزء اللي في النص من الفيلم. ايوه الجزء هنشوفه الاربع الجاي. اي يوم حضرتك سايبها لك مفتوحه. اتفضلي. ازاي حضرتك الكلام اللي بتقوليه ده؟ حضرتك ما عرفتش ليه طيب الورقه. اتفضلي حضرتك الورقه موجوده. ايه بالنسبه للبكره الوسطانيه اختار اليوم اللي بعده يا استاذ. اتفضل. استني لو سمحت الكلام ده مش منطقي. ازاي اشوف الفيلم على يومين؟ طب لو سمحت ثانيه واحده استوب. بتقول كلام غريب قوي يعني. ايه لا لو سمحت مش ممكن. كلام مش منطقي. بتتكلمي ازاي؟ بتقولي كده ازاي يعني؟ ليه حضرتك في ايه الغلط اللي انا قلته؟ يعني انا جاي اتفرج على الفيلم ولا جاي ادخل نص وربعه ازاي؟ حضرتك دلوقتي هتستفزيني. انا اللي بستفزك يعني؟ انا قاعده في حالي وكافيه خيري شري يعديني فيكوا شر الجايين. انا قاعده ثابته وانت حضرتك بتستفزني. اتكلمي باحترام لو سمحتي. باحترام؟ ايوه اتكلمي باحترام. حضرتك لما شخطت دلوقتي باحترام يا استاذ. ما تتكلم يا استاذ لو سمحت يا مدام. احنا مش عايزين الفلوس خلاص. انا مش مدام اولا. انا انسه تكرمت بتتكلم انسه ولا مدام؟ مالناش دعوه احنا عايزين فلوس. اتفضلي. انت فاكره ان انا قطعت تاني تذاكر؟ دي بنفس التذاكر ده الاصابه حضرتك اهو مكتوب انك تخشي تاني ببلاش. طب لو تكرمتي يعني بس من غير ما نتخانق ولا حاجه. لو تكرمتي ادي التذاكر لاي حد تاني واحنا عايزين الفلوس. لا حضرتك انا مش انا اللي ادي. امال مين؟ فين مدير السينما؟ فين مدير السينما؟ الاستاذ البلوتي. بلوتي ايه؟ وانت بنتي ايه؟ في ايه؟ بنتك مرسي انا بكلم حضرتك باحترام من ساعه ما انت جيتي. انت بتتكلمي باحترام؟ لا انت متوتريني ليه طيب؟ انا عملت لك ايه؟ انت مجنونه ولا ايه؟ راجي ان الاستاذه تقعد تشتمك. ما حضرتك كلام غريب جدا يعني بصراحه. انا ما شتمتكيش. انت اساسا كلامك مش صح. يعني قاعدين يكتبوا شر الجايين وكلام الفاضي. لا حضرتك انا مش كلام فاضي. انا اتكلمت على فكره ساعه ما حضرتك غلطت عليا انا حسيت بيها باحترام كبير قوي. مرسي من ذوقك. انا فعلا كلك من ذوقك بس عايزين فلوس لو سمحت. خلاص هات الفلوس. ايه اللي خلصني؟ خلصي كفايه كده. بكلم الاستاذ ممكن تسالك يخاطب لساني ولا تسالني يخاطب لساني خالص؟ وانا عارفك منين اساسا عشان اخضك؟ انا جيتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. خلصينا يا ست انت لو سمحتي. في ايه؟ عايزين نمشي. لا ما تزعليش مش من حقك تزعلني. عايزين ال 40 جنيه بتوعنا. طيب انت لو شغيل سينما حضرتك كنت تعرف ان انا بخدمك. انا ما عملتش حاجه غلط فيك. اقرا الورقه قريتها. قلت لك في بكره وبكره وبكره في النص مش موجوده. ايه اللي في ايدي اعمله؟ يا استاذ خلصونا يا استاذ. احنا عايزين فلوسنا. كلام مش منطقي. اللي بتعمل حضرتك انت هتعمل كده برضه؟ ايوه بقى. انت تشوف الفيلم على مرتين. ما انا الاسبوع اللي فات اتفرجت على اول فيلم. ده اتفرج اهي التذاكر. وجاي النهارده اتفرج على فيلم. خد التذاكر اتفضل ادخل الفيلم. هاخدها من حضرتك في نص الثمن؟ ايه نص الثمن؟ انتوا ايه فين؟ احنا قاعدين فين؟ عايزين نخلص بقى حضرتك. خلص يا مدام الفيلم هيحتاج. احنا دلوقتي عامل كده الناس اللي وراكي. لا ماليش دعوه بالناس. انا عايزه فلوسي. بخ ايه ده؟ دي قاعده فين؟ لما انا بخي وانت كمان بخي. بخي ايه ده؟ محدش يتكلم ولازم يبقى فيه احترام. انت اللي قالت في الادب وعايز تتضايق. هو مالي الورق على الارض؟ هو في ايه؟ بكره اولى هتتفرج عليها، بكره ثالثه هتتفرج عليها، البكره في النص دي مش موجوده دلوقتي. انا ماليش دعوه، انا اتفرج فيلم على بعضه. حضرتك ما تنفعش لانك انت عايز تعمل شرس بس. ايه شرس دي؟ ايه شرس دي؟ شرس يعني عنيف يعني. اسمها شرس مش شرس. في بكره اولى وبكره ثالثه. ماليش دعوه انا ببكره اولى وبركه ثالثه، ماليش دعوه انا بكام الفرق. بكره ماليش دعوه انا. بكره ماليش دعوه. بكره ولا بكرتين ولا 10 ماليش دعوه. بكره اولى وبكره ثالثه والبكره الوسطانيه. دي مش موجودة. والنبي الله يكرمك قصري معلش.
فلوسي. قلت لك بكره وبكره وبكره. ماليش دعوه، انا بكرتين ولا ثلاثه ولا 10، مش هتفرج على الفيلم بالتقسيط انا. احترس. يعني احترس؟ احترس، انا زكيه زكريا. ايه بتخوفين بتهدديني يعني زكريا؟ انا 100 مره حضرتك داخلين الالفيه الثالثه. احترم الزمن. هو الالفيه الثالثه فيها بكره وبكرتين بسبب بتعملي كده؟ يا استاذ علي نخلص بقى يا استاذ. يا عم انت مالك انت في ايه؟ خلاص خلاص اتفضل اتفضل خليك كويس. لا انا عايز فلوس وامشي، مش هزعق هسكت، بس اديني فلوس وامشي. انت مش شويف سيما؟ شويف؟ لا شويف سيما بقى. لا طول عمري بتفرج على السيما وبعدين اسمها شويف. ايه شويف دي؟ شويف سيما بيشوف السيما لما يكون بكره واحد. والشوافين بقى بيشوفوا بكره وبكرتين وثلاثه زي ما بتعمل لي كده. فلوسي؟ مفيش فلوس. لا فلوسي مش هقدر اديك حاجه. هاخدها. لا هتقدر اعمل حاجه. فين المسؤول هنا ولا فين اي حد اكلمه هنا؟ بهلول البلوتي جاي. بهلول البلوتي ايه؟ محمود الفلوتي مين؟ اهلا وسهلا. عايز تقابله؟ لا ماما ماما بلوتي مش هقابله. عايز تقابله؟ اديني فلوسي. في ايه؟ في ايه؟ سهل. في العام 1985 عمل في روسيا. لا انا معايا المدام مفتاح. اه اهلا وسهلا. 60 اهلا. طب الشاشه فين ولا؟ الشاشه كده حضرتك. هنا كده هنا. يا ريت الصف الثالث حضرتك. من هنا؟ اه الصف الثالث هنا. اه شفت بقى اختارت مكان جميل ازاي؟ سهره ممتعه باذن الله. يا مدام، يا استاذ، يا استاذ تعالوا تعالي حضرتك عشان بس ابقى عارفه ايه بعمل لكم الاسهال بتاع اليوم الثاني. هتختاروا امتى؟ انهي يوم؟ يوم تاني ايه؟ انت ما قريتش حضرتك دي؟ لا انا ما قريتش حاجه. طب اقري كده حضرتك لو اتكرمتي. شفتي بقى يعني ايه بكره وسطانيه؟ الفيلم ثلاث بكرات، بكره وبكره وبكره. هتشوفوا البكره دي والبكره دي والبكره في النص دي في يوم تاني. يعني بس يعني نتفرج على اول الفيلم وعلى اخره ولسه الفيلم ما نعرفوش؟ لا هتعرفوش. اي يوم حضرتك تشرف. ما ينفعش يا نجاتي. انفخ البلالين نجاتي. هو احنا في الفيلم ولا البلالين؟ حضرتك الاسالة هو ما تقصرت فلوس. وبعدين عشان انا مينفعش لا نخرج سيما ولا ليه. ولا سيما انت محلا واحنا اول مرة نخش سينما. او انت دلوقتي هتسيبني انا عمال زعقلي عمال زعق؟ هتزعق مع مراتك برضو؟ انت زعق بتاع مشاكل. انا زعق مع اللي يعجبني، دي مراتي وانا حر فيها. انا مضطر اتكلم مع مامتك. يرضيك يا مامتي. مين مامتي؟ ما تشوفيش. مش حضرتك مامته؟ مامتي ازاي؟ انا شكل مامته؟ في بكره بلا بكره. ما تعدليش الفيلم ده. بكره اخر مره. بلا بكره بلا مش بكره. في بكره الوسطى. ما تقوليليش بكره وسطى ولا وسطى. شوف ثانية واحدة بقى اشوف شغلي بقى. الو. انت هتضحكي؟ انت بتحرقي اعصاب الناس وتضحكي. لا بابا ماما زعلانين منك موت، لانك انت يوم ما جيت عندنا البيت كانت مريض بنتك كده. لا انت يا مدام مش وقت شوف برود الاعصاب. يلا 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 ايه ده؟ يلا بابا شوف برود الاعصاب. يلا ما تكلمنيش تاني خلاص. ارجع كل العلاقات. خلاص يا زب. باي. ايه ده؟ انت ازاي بتعملي كده قدام الناس؟ ايه كده عيب؟ انت مش شويف سيما. لا انا شويف سيما. لا مش شويف سيما. لا شويف سيما. ولما اقول لك مش قادر ان انا مش شويف سيما. بخ ايه بخ؟ انت بتهش بكر بط. بهش ايه؟ بخ بهش ايه؟ بتهش بكر بط. بهش بكر بط. بخ لا انا بخ بخ. مفيش بخ هنا. بخ Thank you.
اللي فات ده احنا صورنا. لو حضرتك عندك رغبه زياء هتقول زياء، مش عايز زياء خلاص. لا نزياء نزياء عادي. اه كل سنه طيب. شكرا شكرا. هو في ايه؟ لا زياء ميرسي. زياء فهمت زياء مش مشكله. زياء ميرسي. زياء ميرسي ان شاء الله. استاذ ابراهيم ان شاء الله.